كما كان متوقعا أوبك بلاس تتوافق مجددا على خفض إنتاج النفط وسط تصاعد المخاوف من تأثير الإنتاج المتزايد على أسعار النفط الخام، لا سيما مع عجز أمريكا أكبر مستورد للنفط عن سداد ديونها. خفض لعبت الرياض دورا مهما فيه بعد التحذيرات التي أطلقتها مرارا للمضاربين في سوق الأسهم والذين يريدون انهيار أسعار برميل النفط مجددا. هذا القرار يساعد على إنهاء يعني تعزيز فرص استقرار الأسواق ومنع من التذبذب الحاد. والتذبذب الحاد يأخذ الناحيتين، ليس فقط للأسفل. وفي الوقت الذي بدا هذا القرار كهدية لدول أوبيك بلاس، لا يظهر رضا أمريكا عنه والتي اعتبرته في أكثر من مناسبة تحدياً وتهديداً لها. وتشير صحيفة ذا هيل الأمريكية إلى أن مشروع خفض الإنتاج الذي تقوده السعودية أثار غضب بايدن، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. وبرأي الخبراء فإن أسواق النفط اليوم تحكمها عوامل كثيرة، منها ما يتعلق ببيانات أداء الاقتصاد العالمي أو أداء قطاع النفط في أمريكا تحديداً، وكذلك المخزونات الاستراتيجية للدول الكبرى في مقابل عوامل سياسية في الدول المنتجة للنفط، وهو ما يتضح جلياً في القرار السعودي الروسي المشترك الذي اتفق بالهدف على الضغط على أمريكا، لكنه لم يتفق بالدوافع، وخصوصاً الرياض التي اختبرت الخذلان الأمريكي بالملف النووي الإيراني. على الجانب الآخر تسعى أمريكا وأوروبا بجد لاستمرار أسعار النفط بالانخفاض، ما سيساعدهم في خفض التضخم والناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا يتدخل كلا الطرفان لتفعيل ما لديه من أوراق لضبط الهامش السعري للنفط في السوق الدولية بين 75 دولاراً و 85 دولاراً للبرميل الواحد، ليكون بمعنى آخر هو سعر الأزمة، والذي لا يعبر عن آليات العرض والطلب بقدر ما يعبر عن تفعيل أدوات الصراع السياسي في سوق النفط العالمية والمتوترة دائماً.